اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلونا طبعا قبل ما نبدا الحلقه نعزي الشعب المصري وانفسنا في شهداء الوطن اللي استشهدوا امس. والحلقه النهارده لطيفه وبسيطه واكل صحي. والاكل الصحي طبعا مطلوب ان احنا لازم على الاقل مره في الاسبوع نشوف ازاي نعمل الاكلات اللي نفسنا فيها ولكن بطريقه صحيه. شيف المغازي علمنا حاجه حلوه قوي، ناكل اللي نفسنا فيه ونبحث جوه الاكله في العناصر الغذائيه اللي موجوده فيها، سواء الزبده، سواء الكريمه، سواء الماتيريال بتاعها بكل تفاصيله. النهارده هنعمل ايه مثلا مع بعض؟ معانا صدور فراخ هنعملها مشويه بالزعتر مع زيت الزيتون. حاجة زي البيكاتا كده بس هنتلاشى طبعا الزبدة والكريمة والحاجات اللي هي ممكن تؤدي لدسامة ووزن زيادة. معانا النهاردة كمان بروكلي هنعمله مشوي مع زيت الزيتون، لطيف وجميل وياخد في ليفر من الروزماري، والروزماري ده طعمه حلو قوي جدا مع المشويات. معانا طبق مكرونة جميل جدا عشان الأطفال برضو يشاركونا في السفرة بتاعتنا، هنعمله بالمشروم، واحنا كلنا عارفين ان المشروم بروتين نباتي غني جدا وآمن مفيش منه مشاكل خالص. السفرة بتاعتنا لا تخلو من طبق السلطة، ولكن السلطة النهاردة مميزة، هنعملها طبعا بالشوفان، هنستخدم الشوفان المحمص، واحنا عارفين كلنا الشوفان مكنسة المعدة، بيمتص الكوليسترول والدهون اللي موجودة في الجسم وغني بالألياف الفعالة والغير فعالة. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعت النهاردة وفيها معلومة غير معلومة، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء والوقاية خير من العلاج. مش عايزين نقول الكلام ده إنشاء وبس، عايزين نعمله عملي وننفذه عمل النهاردة على الأقل يوم في الأسبوع، وإحنا اخترنا يوم الحد زي ما تعودنا من الشيف المغازي في برنامجنا الشهير أكلة أمي. هروح فاصل صغير أو هتروحوا بعيد، تابعوني. اللي بعد كده شوية مكرونة بالمشروم. نشوف مقاديرهم على الشاشة يا أستاذة رحاب بعد إذنك. إزاي نعمل مكرونة بالمشروم؟ لا شوربة فراخ ولا شوربة لحمة معانا. أهو. المقادير بسيطة وسهلة. حلوة أوي. أول حاجة هسلق، طب المقادير على الشاشة. قبل ما نحط المكرونة في قلب المية اللي بتغلي على النار، معانا مكرونة بينا قلم ممكن تستبدليها بسباكيتي، ومشروم وتوم وحليب ودقيق وشوية زعتر وملح وفلفل وشرايح من الزيتون المخلي من النوى علشان الأطفال الحلوين لما ياكلوا منها. حلو الكلام. حلة بتغلى على النار، الطبيعي بنحط معلقتين من الزيت مع شوية ملح عشان نسلق المكرونة اهو، وناخد المكرونة بتاعتنا دي كده نسقطها في قلب المية بتغلي عشان عايز استفيد بالميه بتاعه المكرونه دي واعمل شويه بشاميل. اه هتقول لي يا شيف مغازي ازاي اكل هيلسي ونعمل دايت؟ بتضحك علينا ولا ايه؟ ايه حكايتك بالظبط؟ المكرونه يا اخوانا لما ناكلها عاديه خالص، البطاطس لما ناكلها عاديه خالص، الرز لما ناكله عادي خالص، لان متصنعه من الدقيق والبيض فما فيهاش دسامه، احنا اللي بنحولها للدسامه، واحنا اللي بنجني عليها بان احنا نحط لها زبده ونحط لها وايت صوص ونحط لها كريمه وهكذا، زي الرز المعمر كده. الرز بتاعنا المصري غني بالكربوهيدرات والنشويات، اللي بيعمل دايت ياكل. انا كل يوم باكل رز والله العظيم، واليوم اللي ما باكلش فيه رز بحس ان انا ما اكلتش اي حاجه، زي وجسمي كده زي ما حضراتكم شفتوني من سنين فاتت. ولكن الرز لما اعمله رز معمر واحط عليه قشطه وسمنه بلدي، ده ما بقاش رز، ده بقى قنبله موقوته من الدهون والدسامه. ادي المكرونه بتستوي اهيت. حلو الكلام. وتعالوا نعمل شويه بشاميل حلوين مع بعض كده زي الفل واحنا بنتسلم مع بعض. اه بشاميل حل على النار ونظبط النار بتاعتنا. بشاميل مختلف النهارده شويه. هنحط يا عم الشيف شويه زيت صغيرين، مش زيت زيتون، زيت عادي، مش هعمله بزبده، زي الفل. واحمر الدقيق كده اهو لغايه لما ياخد لون شويه. وانا بحمر الدقيق بعمل ايه يا عم الشيف؟ اهو بحط شويه زعتر حلوين مع الدقيق، ده زعتر اهو زي الفل. يوم الزعتر ده يتحمر مع المعلقه الدقيق او المعلقتين الدقيق يدي طعم حلو قوي. معانا شويه حليب جبناه من السوبر ماركت. ما انا حطيت زيت، حطيت زيت مع الدقيق اهو، حطيت زيت ما حطيتش زبده.
اهو سؤال من الكنترول، انت حمرت الدقيق في زبده ولا في زيت؟ في زيت. انا قلت لحضراتكم ان احنا ممكن نعمل الاكل اللي نفسنا فيها ونبحث جواها في الماتيريال في المكونات ونتلاشى الماده الدهنيه اللي بنستخدمها. انزل بشويه حليب الاول كده اهو كده، لما تيجي تعملي البشاميل تنزلي بالسائل على فترات او على مراحل. المرحله الاولى بتدوبي الدقيق في الجزء الاول كده اهو لغايه لما تاخدي القوام ده كده اللي هي تفتيت الجزيئات بتاعته اهو، كانك بتعملي بلح الشام اهو اهو. ننزل بعد كده بالجزء تاني اهو. حلو، سؤال تاني من الكنترول، ممكن نعمل البشاميل بميه؟ ببلاش بشاميل، لازم ياخد حليب. والدسامه هنا احنا بنشتري الحليب قليل الدسامه اهو، نشتري حليب قليل الدسامه اهو. يلا نقلب كده اهو، البشاميل لازم يطلع بالشكل ده كده اهو اهو اهو. اول مرحله ان انا بدوب الدقيق في شويه حليب، وكل الحليب ما يغلى على النار كل ما يديني القوام اهو اهو. طب ممكن نعمل حاجه حلوه على فكره، حلوه قوي، ان احنا ناخد من شويه ميه من سلق المكرونه. انا دايما بحب استفيد بميه سلق المكرونه اهو. شايفين البشاميل؟ مخرجنا الجميل هيجيبه دلوقتي اهو، بس بيقول لي روقه على الفرن. حاضر، عينيا قريتك. حلوه، عايزين نشوف قوام البشاميل قبل ما نطلع الفواصل بتاعنا، ده الطبيعي عشان نعرف ازاي نعمل بشاميل قليل الدسامه. اه اه حاضر عينيا، حاضر اه. هو عايز يشوفه كلكع مني ولا ما كلكعش. اه شايفين القوام ده كده؟ اه اه كده خلاص انا بتحكم فيه، عايزه خفيف عايزه تقيل بايدي. اعمل ايه؟ معايا ميه بتغلى على النار، ميه المكرونه اهي. اللهم صل على النبي. واحد اتنين تلاته، وتعالوا نقلب كده ونشوف البشاميل قبل ما اطلع الفاصل بتاعي قوامه عامل ايه اهو. اه نقدر نقول ده وايت صوص، نستخدمه في حاجات كتيره قوي، في اطباق فراخ مشويه، لحوم مشويه، اسماك، زي ما انت عايزه. وقبل ما اطلع الفاصل تعالوا نشوف قوام البشاميل بتاعنا اللي احنا هنستخدمه النهارده. عينيا حاضر، حالا بس ادوب الشوربه اللي انا حطيتها، لا هي شوربه فراخ ولا هي شوربه لحمه، دي شوربه المكرونه، داخلها ملح وداخلها زيت، خلي بالك اه. نشوف القوام بتاع البشاميل مع مخرجنا اهو، ده قوام البشاميل بتاعنا بالمغرفه، وافرجك عليه اهو. حاضر عينيا اهو اهو يا غالي، اللهم صل على النبي اهو اهو اهو. وما قطعش اهو اهو، اطلع لغايه الكرين اهو 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 اهو، ما قطعش مني اهو اهو اهو. ده بشاميل خفيف القوام عشان انا هعمله مع مكرونه، يكون تقيل القوام لو انا هعمله مع خضار او سبانخ او كوسه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل الاكل النهارده، والاكل صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مدرسة المغازي بتقول ايه؟ لما اجي اعمل طبق باستا اللي هي المكرونة يعني، سواء سباكيتي سواء بينا، انصحك وخد بالنصيحة وفي الاخر القرار قرارك. حلو الكلام؟ المكرونة تسلويها تقريبا في حالة، لو هتعمليها عينيا، لو هتعمليها مع وايت صوص زي اللي انا هعملها دلوقتي ومشروم، لازم تسليها نص سوا وتكمل سواها مع التابع ليها، سواء صوص بلونيز، سواء بشاميل، سواء مشروم، سواء ريد صوص اللي هي صوص طماطم، زي ما انت عايزه. تكمل ليه يا عم الشيف؟ عشان الاثنين ينسجموا مع بعض وياخدوا من طعم بعض، هي دي المدرسه. معانا مشروم النهارده وعملنا شويه وايت صوص شفناهم مع بعض. تعالوا ناخد المشروم الحلو ده كده ونقطعه مع بعض كده بالشكل ده كده، عشان نعمل شويه مكرونه بالبروتين النباتي الامن اللي هو المشروم، صديق العيادات الصحية، هو والبروكلي. والبروكلي في الفرن بيستوي مع زيت زيتون وتركيبة عشبية أنا عملتها من الروزماري والزعتر وتوم مع زيت زيتون. المشروم ده لطيف وحلو أهو، قطعه كده. وتقطيعة المشروم مهمة جدا مخرجنا الجميل بعد إذنك، التفاصيل عندنا. المشروم ما قطعوش كده يعني، هستغنى عن دي وأقطعها بس عشان حضراتكم تشوفوها. ما ينفعش اقطع المشروم كده،
ما بقاش مشروع، بقى شكله مش لطيف خالص. اهو نعتبر ان انا قطعته كده مثلا، او انت غلطت وقطعتيه كده. طب نشوف الفرق بين ده وبين ده، ايه اللي باين هنا دلوقتي؟ ده باين حاجه سودة كده مش مالوش معالم. اهو تعالوا شوف المشروم ده كده، اهو التفاصيل بتاعته، اهو شايفين اللطافه، اهو 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 على السكينه اهي، اهي دي التقطيعه ودي التقطيعه، اهو ده المشروم التقطيع بتاعته. اهو حلو الكلام. انا هقطع دي كده ونجيب واحده تانية اهي، بنقطعها نصين كده اهو. شفت انا بقطعها ازاي؟ اهو 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 بالشكل ده كده. حلو، كمان واحده، كمان واحده. اهو طالما جبت المشروم لازم تستخدميه صح، احنا دفعنا فلوس في حاجه لازم نستخدمها صح. المشروم جاهز عندنا، طاسة على النار شديده الحراره، بنحط فيها معلقتين من زيت الزيتون او اي ماده دهنيه تفضل ان هي تكون زيت يعني. حلو، ونحط هنا يا عم الشيف فص ثوم محترم مع بصلايه مفرومه ناعم، ونقلبهم مع بعض. اللهم صل على النبي. وانا بقلب كده معايا عود روزماري حلو محترم، بنزل بيه هنا كده اهو زي الفل، يديني فليفر حلو مع البصله والتومه، على الاقل ارحم عيوني من الدموع، ربنا يكفينا شر دموع الحزن. حلو الكلام. نحط شويه زعتر حلوين مع البصله ونحمر، اصبح ان في طعم هنا وفي فليفر من الروزماري والزعتر والتومه مع زيت الزيتون. المكرونه جاهزه، انزل بالمشروم بتاعنا الحلو، اللهم صل على النبي. اهو حطي ده بقى جنب مكرونه مع بولونيز صوص مثلا، واللحمه المفرومه بولونيز يعني لحمه مفرومه، اخواننا الطلاينه بيعملوه مع نوعين من اللحمه، ضاني وبقري، هما بيعملوا البولونيز بنوعين من اللحم، يعني بيبقى فيه صنفين من اللحم، الضاني والبقري، لازم كده هما مزاجهم كده، ياخدوا مفروم من ده ومفروم من ده ويحطوه على النار يستوي، يتسبك على النار مع صوص طماطم، ويستخدموه في حاجات كتيره قوي بقى، كان نولي محشي صوص بولونيز، لازانيا بصوص بولونيز، اسباكيتي مع صوص بولونيز، وهكذا. ادي المشروم بتاعنا، شوحته على النار مع زيت زيتون مع ثوم مع روزماري، هحط شويه البهارات بتاعتنا، اقلل من الملح لاني سالق المكرونه في ملح، نحط شويه فلفل اسود زي الفل. فاكرين معايا هنا الوايت صوص بتاعنا، في شويه فلفل اسود نزلوا على عين البوتاجاز، اهو ايه الجمال والحلاوه. شايفين طبق المكرونه ده؟ عشق عشق، انا بعشق حاجه اسمها المكرونه، ما بتخنش. ميه مغليه، ميه المكرونه هنا بتدعم طبق المكرونه. تاني اكتبيها على السوشيال ميديا، ميه سلق المكرونه بتدعم الوايت صوص بتاع المكرونه. مين يا استاذ؟ استاذ رحاب. حلو قوي البشاميل، حلو وحادي، مفيش بشاميل حلو، مهلبيه بقت مهلبيه. مهلبيه القرع ده لما نعمله حلو يتعمل بالمهلبيه اللي هو نشا وحليب وسكر. حلو، اما البشاميل بشاميل ده مهرجان دلوقتي، اسمه مهرجان البشاميليات. حط شويه زيتون حلوين كده في طريق، مش هتقول لا. شويه بقدونس حلوين، مش هتقول لا. الحاجات دي مهمه جدا، واقلبهم في قلب المكرونه، بس الكلام ده طبعا بعد ما تستوي. نجيب طبق حلو كده، لا انا عايز طبق حلو قوي عشان اغرف فيه المكرونه الجميله دي. اللهم صل على النبي. حلو الطبق ده، اللهم صل على النبي، ونقلبها. اضافه جبنه اختياري، عايزه تحط جبنه بارميجان اللي هي الجبنه المبشوره دي، سعرها غالي شويه، هات الرومي ابشريها حطيها. عايزه تحط موزاريلا اولادك بيحبوها، احنا هنطلع هنا بقى من جو بقى الايه الدسامه. عايزه تحط جبنه شيدر حسب الرغبه. يلا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، عن طبق مكرونه هربنا من الدسامه، عملنا البشاميل بزيت، سلقنا المكرونه بميه وقليل من الزيت، وعملنا البشاميل بتاعنا بحليب قليل الدسامه، واصبح المكرونه بقدر الامكان بنسبه تقريبا 50% ما فيهاش دسامه، وعملنا طبق حلو ولادنا بيحبوه. خلصنا من المكرونه.